ثلاثة ونص أشوال دادي والسر كيدير اسمعنا توما اسمعنا ها سيد عيدي يلا العالم يا شطيتيهم غتطيب 60,000 انت شكون اللي يبيع معاك مواليدي تبيعوا انتوما احنا ما نبيعوش مع الناس العين لا علاش لا غير غير وتسناو شي واحد تبيعوا انتوما ديما نحنا في السوق الاسبوعي بالصطاد هادي بومنيار بقره طويله عاليه وبنت بلجيكيه وبزاز لا زينين والدراع عندها زين تعطي ب 60,000 والعالمي شوف السر كيدير عايش واحد الدراب يا دن موسم اسير على الله اسير سير على الله من اللي قال هذا الراجل يلا ضربوا هذه خلصنا من اللي جا هذا الراجل قال لي هذا واخا تخلص ليه العالم راه ترقص وتبيع لي الفلوس راه ماشي كي هذوك المولاويطين راه كاينين شي مولاويطين فوالا ها واش غنزيدو خليكم بقرة زينة بنت زينة هنا في السوق الأسبوعي بالصطاد ولا عالمي ولا عالمي أنا ما دويت أنا بعت البقرة وليدي بعت الراجل أودي الله يهديكم الراجل راه كارانتي الراجل راه كارانتي خليني من اللعب تاعهم راه تاقيني شي شحاوطية هنايا يخرجك فلون ويخرجك فلون راه تنعرفو بواحد واحد ما حنا صغيورين راه حنا ولاد السوق ولاد الرحبة ولاد البيع والشراء أسنانا زينين باقي أسنانا زينين جموع تاع العام زينين بلادي واش هابط واخ شحال أجلو 600 حيت امي الهرنوني جا راها شوية جمعت سبعمية وعشرين اللي عطاوه واش عطاوه قال فال بركة عليه انت اش تدير تبع شحال هادي دارو شحال 520 اخويا الزيتون واش قلتو ليهم هاي هاي تاتوما اجيرة في السن هاد اجيرة في السن رباعية هادرو برباعية صافي هجري دوك زيت السنان ها جامع هذاك راه قزار تكتب عليه احديو مع هذا ابو جلابه ها نمرود غيهرب اين نمرود هذا فات نمرود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياتي كل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا
احنا في السوق الاسبوعي بسطات وني ما عرفوش كاين في المملكه المغربيه الخيرات تنوري والجاليه المغربيه والناس مولي المدن الكبرى في المملكه المغربيه وكل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا عيالات رجال بنات اولاد بتاريخ 31/8/2024 هاد الخيرات تاع المقرى الوالده عقول بيتين في السوق الاسبوعي بسطات راه ولاو بياتوا فيه واش حاله 4 ملايين اش والده هاد اجلا بلجيكيه وهي ابو منيار حنا ديما في السوق الاسبوعي بالسبت سطات بغيتي في 4 ما عطاوش هات لي 3.5 اش ما عطاوش يلا 3.5 يلا 3.5 ما كاين سلوك المهم تي يلا عطيني 3.5 وكرك السلوك ما عطوش هذا تا هو يقول 540 اش والده 100 اش لا عجلة عجلة بلجيكية تقول عجلة ويني عجلة بلجيكية ديما احنا في السوق الاسبوعي بسطات ها وكي ديال الحليب شبو العام الحليب وشحال اسي 300 راه ولدي ب 300 راه خمسمية وستين هادو سمالة لا سمالة تنصطات وكدي زيادة كدي بعد نصطات الكولومين 9 8 كولومين أو فين تسكن؟ ماشي شحال انت؟ ماشي حركت الكولومين يوا ما يتحسبوا على سطات لا قال شحال كوروميد قلت لي تاع كوروميد داك النهار يصور في الحمراء قلنا تقريبا انا قلت غير شفت بلي كوروميد انا حيت انا نعرف المحل وصافي اه راه بحال سطات داني بين سطات ها كوروميد مالو العيش حيت راه كاين السماعله في مدينه سطات وكاين السماعله خارجين من مدينه سطات شحال قلتي عطاوكم في هذه؟ اش والده؟ الجل عاد العزري والسركي ديره مزيان لا يلا بغينا نعرفوكم ملقحه ملقحه ثاني هي ثلاثة قول يا ورقة لا صافي صافي كلامك ديزو مصطفى ياك تا هو مصطفى سعيد خوك مصطفى وتتشابهوا كل الريالات تاتوما مليحة ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول لا والله ما عندي ما نقول بكره والدي عجل وزينه الله يسلك 700 38000 تاع الدرهم امو هادي ب 28000 تاع الدرهم اش درت لكم؟ غليتهم انا داقني الفراغ ايوا ولا ورا السومه خاصك انت لا جينا نكذبوا عليك اش تقول الزيتوني كذب مرجان كذب خاصني نوريكم هذاك الشيء بالتفصيل اي والله ردي تبداو تعيروا فينا في الدواور وفي القبيل وفي مرحبا مرحبا اش والد هذا؟ والد عجل اه عدى العزري العجري في ديال بوه العجري والسنه الجيره؟ 300 انت هي ضروبه والد عزري الزيتون يسمع الخير الله يحفظك الله يبارك فيك ديما احنا في السوق الاسبوعي بسطات رحمة البقرة الوالدة كنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان اهلا بكم الخيرات موجودة تحت البقرة اليوم وني التمر كاين في البقرة كان الخير 560 اش والده هذا؟ والده عجله بلجيكيه
الجلب الجيكي كاع 560 28 ألف تاع الدرهم. بنت زينة قال فالة العالم عالم يا عالم بقرات والدك.